لو لعبت قدام الباب تاني هقطع له الكوره دي، سامعين ولا لا؟ يلا بره. يا ريت العقد بقى يبقى جاهز بكره الصبح، وورق الكوافير طبعا مش هوصيك يا متر. متشكره قوي، الله يبارك فيك، مع السلامه. يا ماما ايه اللي حصل؟ مالك يا حبيبتي مخضوبه كده، في ايه مالك؟ في واحد زعلنا ورمى مننا الكوره وكان ماسك في ايده مسدس وكان عايز يموتنا. مين المجنون ده؟ ده اكيد واحد مجنون يرفع مسدس على بنت صغيره. تعالي هنا وريني بيته فين. طب استني، طب هاجي معاك. إيمان دي إنسانة غريبة بتدور على المشاكل بملقاه. بدي شوية لوكا. أنهي شقة؟ هي دي يا ماما. متأكدة يا لولو؟ أيوه هي دي. في إيه يا إيمان؟ مالها الشقة دي؟ الشقة دي بتاعت حسام الهلالي صاحب معتز الله يرحمه، بقاله أكتر من 3 سنين مش عايش فيها. مفيش مشكلة، ما هو ممكن يكون بيأجرها. أعرف الإيجار. بقى هنفضل كل الشغل. حسام ازيك يا ايمان؟ وازاي ملك؟ ملك كانت كويسه لحد ما حد فتح لها الباب وخوفها. هي بسم الله ما شاء الله كبرت بقت عروسه. ازيك يا ملوك؟ ابعد عني يا وحش. حبيبتي انا مش وحش، انت خايفه مني ولا ايه؟ ولا طبعا خايفه، دي طفله وانت طالع لها بالمسدس وبترعبها، عايزه تعمل ايه يعني؟ ما تخافش. بس يا عمر، ده عمر اخويا. بس اهلا وسهلا يا استاذ عمر. انت وصلت امتى؟ ما جيت الحق، انا وصلت وما وصلتش. بص بقى ملوكه، مش عايزك تزعلي مني، انا اسف، انا كنت متغاظ عشان انتوا بتلعبوا كوره من غيري، كنت عايز العب معاكم فخرجت زعقت، والمسدس ده لعبه، هجيب لك واحد زيه طلع ميه، ايه رايك؟ خلاص صافي يا لبن. بص بقى متشوق احلقه عشان خاطر عينيك يا احلقه، اتفقنا؟ زهيمة كده ليه؟ مش عارفة يا ماما، من ساعة ما شفت حسام والحالة اللي هو فيها وأنا مش عارفة أفكر في حاجة غير. يا حبيبتي كل واحد عنده همومه من مكفياه، وأنتي لسه قايلة لي إن هو فينا الشر لسه طالع من السجن، ودي تجربة صعبة على أي حد. ما هي علشان صعبة على أي حد يا ماما، أنا مش فاهمة إزاي مامته وإخواته سايبينه لوحده. يمكن هو اللي عايز يقعد لوحده. ما حتى لو عايز يقعد لوحده يا ماما مش المفروض يسيبوه دلوقتي. شكلنا إحنا لازم نقف جنبه يا ماما. وأنتي مالك وأنتي ناقصة مشاكل؟ خليكي في اللي أنتي فيه.